اعتقد ان مشاركه مصر في الدوره 72 الاجتماعات الجامعيه للامم المتحده كانت مختلفه، وكانت بتعبر عن سياق الدوله المصريه وحالتها. في 2014 كانت المشاركه مختلفه، كان هناك غموض ولبس ومفاهيم مختلطه وملتبسه على بعض الدول، لكن الان مصر وتاتي في 2017 وهي في حاله من الثقه والثبات والقوه، وتقف على ارض صلبه. تجسد ذلك بوضوح في كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خاطب العالم وتصارح معه بكشف عورات النظام الدولي وتناقضاته ومواقفه التي تعاني من الازدواجية، ثم بعد ذلك طرح رؤية مصر في خصوص فيما يتعلق بحل قضايا المنطقة، سواء الدول العربية على غرار سوريا واليمن وليبيا، وقال مصطلح جديد جدا هو الدولة الوطنية الحديثة، وأن التغيير يكون من خلال اجتماع كافة الأطياف الاجتماعية واستبعاد العناصر أو الجماعات الإرهابية. هذا ينطبق على ليبيا وكل الدول العربية. أيضا مصر كانت بتحمل على أعتقها ملف القارة الإفريقية وتحدثت بلسانها وطالبت بالمساواة واستعادة الحقوق. الأمر الثاني هو دعوة الرئيس اللي توقفت أمامها كثيرا للإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه فرصة تاريخية لإعادة التجربة المصرية على مدار 40 سنة في اتفاقية سلام تعيد للشرق الأوسط أمنه واستقراره من جديد. وأعتقد اعتبرها شخصها أنها جرح غائر لابد من تضميده، ولابد يحل مشاكل كثيرة لهذه المنطقة.